قص علينا القرآن الكريم أن عيسى عليه السلام لما بعثه الله إلى بني إسرائيل وكذبوه في آخر الأمر وجه نداءه إلى الحواريين الذين كانوا أخص أصحابه وهم بقايا أصحاب جده عمران وزكريا ويحيى، فاستجابوا له واستشهدوا بعده وفتح الله تعالى بهم الطريق إليه ونصرهم على عدوهم، وذلك بعد 70 سنة من رفع المسيح إلى السماء حين سلط الله تعالى الرومان على اليهود ودمروا مسجدهم وقتلوهم وشردوهم، وتحرر المسيحيون من اضطهاد اليهود الديني. وكذلك الحسين عليه السلام وجه نداءه إلى أصحاب أبيه وأخيه وجده يريد قياماً لله تعالى، فاستجاب له ثلة طيبة واستشهدوا معه وبعده، وفتح الله تعالى بهم الطريق إليه حين تفهمت الأمة أن طاعة بني أمية ليست من الدين في شيء، ثم نصرهم على عدوهم وسلط بني العباس على بني أمية بعد 70 سنة، فأسقطوا دولتهم ودمروهم، وصار الشيعة ظاهرين في عبادتهم لله تعالى على طريقة علي عليه السلام وزيارة قبر الحسين عليه السلام. خامس آل عمران وأصغرهم وأمه صديقة الخمسة. كذلك الحسين عليه السلام هو خامس أهل بيت النبي محمد صلى الله عليهم وأصغرهم وأمه صديقة الخمسة. وتعطلت هداية عيسى في المجتمع البشري بتحريف سيرته وكتابه من قبل أتباعه، فأحياها الله تعالى بالحسين عليه السلام. لذلك نقرأ في الزيارة الشريفة: السلام عليك يا وارث عيسى، أي بقيت صفة عيسى الرسالية التاريخية الهادية قائمة بالحسين عليه السلام، فمن ينظر إليه وإلى أصحابه وانتصار خطهم على عدوهم يتذكر عيسى وأصحابه، وهكذا يكون الحسين عليه السلام وارثاً لنهضة عيسى تكوينياً وشبيهاً له في حركته مع الحواريين وشهادتهم وانتصار خطهم.